حاول إبراهيم ذو العشرة أعوام المريض بالفشل الكلوي أن يكتم أوجاعه أمامنا، إلا أنه لم يتمكن من ذلك طويلاً. فجسده الصغير يحتاج إلى مستلزمات طبية تتلائم مع حالته المرضية، لكنها غير متوافرة. اليومين بجي بقول لهم بدي لاين صغير، بقولوا لي فيشي ممنوع، فيشي فيشي فيشي. اليومين مخلص قلت لهم طب دبرولي. طلعنا فوق على المدرة وعلى الضغط، قالوا لنا بعتنا لنا من زمان بعثين، وهي وجاي إلنا يومين ولهلف ما جاي، والله نشوف أيو بسرب دم، وهي انفصلوا لي ما كملتش غسلتي. ما يزيد من سوء أوضاع مرضى الكلى في قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل هو فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية في مشافي القطاع وتقليص مدة جلسات الغسيل. صرنا نغسل ساعتين، وساعتين هذه غير كافية إزالة السموم من جسم الإنسان واكتضاد المكان وازدحامه، وبالإضافة للأدوية مش موجودة ومش متوفرة بشكل كامل، حتى بنعاني من عدم ضعف الدم والليبكس مش موجود والحديد. بغسل 3 مرات في الأسبوع، وبعد الغسيل الله لا يوريك هيك شايف كيف حالتي تعبانة، حاس الكلام بيطلع من ذني، حذني من الفخات وضغط نازل على آخر. نحو 15 جهازا طبيا في هذه الغرفة الصغيرة بمستشفى أبو يوسف النجار في رفح جنوب قطاع غزة، هي الأجهزة الوحيدة العاملة على مستوى جنوب القطاع وتقدم خدماتها للمرضى. أثر العدوان بشكل كبير عندنا على قسم الكلية، طبعا عدد الحالات كانت عندنا في قسم الكلى كانت تستوعب عدد كمية قليلة جدا، كانت لا تتعدى 120-130 حالة، الآن صرنا نستوعب أكثر من 950 حالة على مستوى القطاع كله. طبعا عندنا في زيادة عدد الحالات بشكل هائل، بيخلص اليوم المدار 24 ساعة ومنخلصش الحالات الموجودة الكم الهائل اللي موجود بنغسل لهم. صرنا تم تنقيص عدد ساعات الغسيل من 4 ساعات لساعتين، وهذا سبب ضرر للمرضى الكلى، فزاد عندنا بصراحة عدد حالات الوفيات. العشرات من مرضى الكلى في قطاع غزة فقدوا حياتهم جراء هذه الأزمة وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية على مدار الساعة في ظل تصاعد وتيرة العدوان. معاناة هؤلاء المرضى مرتبة، فإلى جانب القتل والنزوح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة للشهر الخامس على التوالي، يعانون من أمراض لا يجدون لها علاجات متوافرة ولا حتى جلسات غسيل حسب البروتوكول الطبي. من رفح الفلسطينية بشير جبر، هنا القاهرة عاصمة الخبر.